هناك حاجة ماسة للباحثين وطلبة الدراسات العليا لمعرفة طرق البحث العلمي وكيفية إجراء الإحصاء الطبي. ومن خلال متابعة الكورس الذي أسميناه القواعد الذهبية في أساسيات البحث العلمي والإحصاء، سوف نتعلم الآتي في المحاور التالية. المحور الأول هو طرق البحث العلمي. سنتعرف على أنواع الدراسات المتمثلة في الـ Descriptive Study، في الـ Cross Sectional Study، في الـ Case Control Study، في الـ Cohort Study، في الـ Intervention Study. حنخرج في قضية طرق البحث العلمي أو في أنواع الدراسات، حنخرج بقواعد وبقوانين لكل دراسة، متى نستخدمها وما هي مميزاتها. المحور الثاني هو الإحصاء، والإحصاء في منتهى الأهمية، وهناك نقاط سنراولها في قضية الإحصاء. النقطة الأولى هي وصف الداتا، كيف نصف الداتا؟ عندما تكون الداتا اسمية كيف يتم وصفها؟ عندما تكون الداتا رتبية كيف يتم وصفها؟ عندما تكون الداتا continuous أو مستمرة كيف نستطيع أن نصفها؟ وسنخرج بقواعد وبقوانين في وصف الداتا أو وصف البيانات. النقطة الثانية هي الاختبار الإحصائي، سوف نتعلم سويا كيف نختار الاختبار الإحصائي، بمعنى آخر على أي أساس نختار الكاي سكوير أو الستيودرتي تيست أو المانويتني تيست أو الكروكسال واليس أو البرسون كوريليشن. لكل هذه الاختبارات لها قواعد، سنخرج بالقواعد والاختيار الاختبار الإحصائي. النقطة الثالثة والمهمة جدا، ان احنا حنتعلم سويا كيف ان احنا نستطيع قراءة الجداول بشكل بسيط وسهل. سنتعلم من خلالها ما معنى odds ratio، ما معنى relative risk، ما معنى confidence interval، ما معنى p-value. هذا ما ستجدوه في كورس طرق البحث العلمي او اساسيات البحث العلمي والاحصاء. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة.